السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس الأعلى مستقرنا وإياكم. صفحة 469 سورة غافر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي من لدنك وليا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. نبدأ يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
توجئ توجئ توجئ. شايفين؟ رجعت لوضع الساكن وجبت مين؟ القلقلة. توجئ زا لا وو ول وو ول ما. الساكن على وضع الساكن وبعيد وبزيد. الآزفة، في ناس بيقولوا لي كيف الآزفة؟ ليش مديتي الهمزة؟ لأنه الهمزة شوفوا مكانها وين وضعت، في وسط بين اللام والألف، فصارت الألف مدت الهمزة. لو الهمزة على الألف ليس لها مد، واضح؟ فتنتبهوا، عشان هيك بنقول الآزفة مد طبيعي طبعا. كا وليس كاظمين، كا لا كاظي كاظمين. ما للظالمين، واضح اني انا لما اقول ظا شفتوني عملت هيك، عملت وضع الضم في الفك، لا على وضع ساكن وهاء، على وضع مريح من انت مرتاحة، ما فيش اي شد في الفك من الداخل او من الخارج. الله كل شغلي بسحب الصوت الى الداخل وبقوس لساني وبعدين بطلع الصوت الصدري ويجتمعوا مع بعض بيصير عندي تفخيم مية مية، واضح؟ ما للظا، واضح؟ كاظي، ما في اي، انتبهوا للفك، ما في شيء، ما في اي يو يوطا، بالعكس لازم تريحي فكك كتير عشان تقدري تفخمي صح، خصوصا لما يكون فتحة. يوطا طا خا، في فرق بين طا خا، الخا منفتحة، الطا مطبقة، الظا مطبقة، ظا خا، في فرق. وأنا عاملة الفرق بين التفخيم المطبق والتفخيم المنفتح، ارجعوا إلى الفيديو. لا يقضون، الضاد والضم تبعتها مفخمة، الواو المد لا، يقضون، شايفين؟ أونا في الآخر، أونا لا مش أونا، في فرق بين التفخيم والترقيق. البا وليس البا، البا لا، البا با بصي، البصير. بعدين البا شديدة، لا تعملوها بدلع، شدة شدوا عليها، يعني ضربوها بقوة. البا البصي. الأرض ضاد، الأرض. سامعين صوت الغنة؟ ما قلتش فينظروا، ليش؟ لأن النون ما وراها ضاء، والنون غنتها تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا. طيب حلو، وا وليس واق، وا لا مش وا، ميوا ميوا ق واق، واضح؟ أرسلنا أر، وأنت بتقولي أر، طرف لسانك بيكون قريب من مخرج الراء الآخر، قريب لدرجة إنه بده يرعد، بتحسي في ذبذبات هون، هيك أنت بالسليم، أنت رايحة على مخرج الراء، لكن لما تروحي أر أر بعيدة هيك
ما حتحسي اي طرف في طرف لسانك اي ذبذبات، وهيك حتعرفي انك بعيدي عن مخرج الراء. والسل طو، وليس وسل صل، والسل من طرف لسانك على طول، والسل طو. نم بيم كذاب خلاص. إلا في ضلال، لازم تحريك الفك في حال تفخيم وتعقيق، لازم يكون في حركة، ما فيش جمود أبدا. إذا بتضلك على نفس الوضعية تفخيم وترقيق، اعرفي حالك يا انت مفخمه على طول، يا انت مرققه على طول، يا لا عندك تفخيم ولا ترقيق، كله على نفس الوضعيه ونفس الصوت، وبهيك حيكون غلط. وانا بقرا لاحظت الراء المرققه مكسوره، مش عارفه. البصير، ايوه الري، البصير ار. ليش دائما بتجيبولي عند الراس المكسورة او المرققة لما توقفوا عليها الساكنة عند الوقف بتطلعولي هوا؟ البصير. ليه؟ ليه؟ ما فيها هوا، ما فيش فيها همس، فهي البصير إر. من نفس مخرجها وارمي على طول برا، بس إر وليس إرز. ما تضربيش هوا، تمام؟ كتير بيصير عندكم هالإشي هذا، وانتبهوا له، وخصوصا لو كان قبله حرف مهموس كاف تاء، فبصير عندك الهوا تحدث ولا حرج، فتنتبهوا لهالشغلة هاي. عملية بسيطة جدا ما بدهاش إلا انتباه، ماشي؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى اللقاء.